حرمة تحكم الحارة. ايه يا باطل، سبع اجزاء كلهم رجال. الجزء الثامن تيجي سعاد تحط الطربوش عراسها تمسك الحارة. يا حيف الزلام، يا حيف، يا حيف على المخرج، يا حيف على الممثلين الرجل في الموضوع، يا حيف على الجمهور اللي اهان شلبه وقاعد بيحضر. يا عم سعاد لمسة الطربوش يا جماعة، الموضوع كبير، الموضوع كبير. أكيد أبو شهاب أنت بتحبش، أحلف إلا بالله عز وجل وأنا مش هحلف برحمتك ورحمتك يا أبو شهاب ورحمتك إن سعاد يختك سعاد. خلاص أكيد بدك يا عمري.